حياكم الله مشاهدينا الكرام، مستمرين معكم في استوديو اليرموك وننتقل الى ملف جديد. هذا الملف يعني سيكون ملف خاص فلسطيني، وسنتحدث من جديد عن إرادة الأمعاء الخاوية، سلاح، هذا السلاح العظيم الحقيقة الذي يلجأ له الأسير عندما يعني يبطش هذا الظالم المحتل به ويحاول أن يكسر إرادته، فيواجه ذلك من خلال سلاح الأمعاء الخاوية. أتحدث عن أسير اسمه ماهر الأخرس. هذا الأسير له 78 يوم مضرب عن الطعام ليوصل رسالة للعالم أجمع بأني مظلوم في سجن محتلي. لماذا؟ ما التهمة؟ لا أحد يعلم. نريد أن نعرف تفاصيل عن أحوال ماهر الأخرس الآن وقضيته ومطلبه وإلى أين وصل. واسمحوا لنا أن نرحب بزوجته السيدة تغريد. ست تغريد، مساء الخير. مساء النور، يعطيكم ألف عافية وبارك الله فيكم على جهودكم على متابعتكم لقضية زوجي، بارك الله فيكم. هذا أقل الواجب أخت تغريد. يعني حابين نعرف أكثر من ماهر الأخرس، شو عمل وشو صار معه؟ ماهر الأخرس إنسان فلسطيني، صار رب بيت يمتلك مزرعة من الأبقار، حنون، لديه ستة من الأبناء، حريص على عمله، ناجح الحمد لله في عمله ومزرعته، يمتلك صحة عالية وبنية قوية الحمد لله، يعني يمتلك مزرعة من الأبقار ذات وضع جيد وممتاز، يعني أحسن مزرعة للأبقار اقتصاديا في الضفة كلها، محب لوطنه، محب لبلده، محب لناسه، مناصر لأسرى ومسرى، دائم الوقوف بجانب الأسرى والمسرى، أهالي الشهداء، دائم الوقوف بجانبهم، إنسان يحب الحياة، مناضل، مكافح، هذا هو ماهر الأخرس. في تاريخ 27/7/2020 الساعة 1 ليلا جاءتنا قوات الاحتلال، اقتحمت بيتنا، روعت أطفالنا، خوفتهم، كانت بنته صغيرة تحتضنه، خايفة عليه، تعيط بابا بابا، إلا أنهم يعني بقصتهم عدم إنسانيتهم أخذوه من بنته، فكان هذا الوضع يعني صعب عليه، فقرر أنه بإرادته لأجلنا، لأجل بيته، لأنه يريد العودة إلى أولاده، قرر الإضراب على الطعام من هذه اللحظة. طيب الان 78 يوم اليوم، صح؟ نعم 78. كيف يوم. كيف صحته؟ كيف يعني هل صار في تواصل بينك وبينه اخت تغريد؟ نعم، انا زوجته موجوده عنده حتى الان، يعني انا معي تصريح جيت عنده، انا مقيم الان هسه بجنبه، لانه يعني لا يستطيع القيام باي شيء، هو لا يتناول طبعا سوى الماء، يريد اي احد يعني مساعدته، حتى لو بكنينة الماء انه يناولوا اياها، لانه لا يستطيع الحراك، وضعه الصحي يعني اسف في التدهور، يعاني من اوجاع والام شديده، لا يستطيع مساعده نفسه او الحراك، منذ ما يقارب اكثر من شهر لا يستطيع بالمره الحراك او النهوض عن السرير، حتى لا يستطيع مساعده نفسه، بحاجة إلى شخص أن يرافقه لحظة بلحظة، وأنا بجانبه الآن. نعم. طيب هل يعني كان هناك تواصل مع حضرتك أخت تغريد من قبل المنظمات الدولية، حقوق الإنسان، الهيومن رايتس، هذه المنظمات، هل يعني تتابع قضية الأخ ماهر؟ للأسف الشديد ما لقينا متابعة ولا من أي هذه المنظمات، حتى أن إحنا صليب الدول الأحمر ما تدخل، ما تابع قضية أسرانا، يعني ناشدناهم عدة مرات بإعطاء تقرير لتقديمه حتى للمنظمات الدولية والإنسانية، إلا أنهم يعني لغاية الآن ما أعطونا حتى يعني زيارة طبية لأسير، وبإعطاء برضو تقرير بوضعه الصحي ما زاروا للأسف الشديد، يعني ما أي منظمة تدخلت، ما أي وزارة يعني حاولت حتى المساعدة بإنقاذ حياة زوجي. طيب الآن مين بتواصل معك يعني أخت غريد؟ أنت مع مين الآن ممكن
مين الجهات اللي بتتواصل معك على المستوى الرسمي سواء داخل فلسطيني أو إذا في شيء خارجي؟ للأسف الشديد يعني لا يوجد أي أحد تواصل معنا، سواء نعم يعني مؤسسات حقوقية أو إنسانية أو حتى من قبل السلطة الفلسطينية الموجودة. للأسف الشديد يعني ما وجدنا أي مساعدات ولا أي، يعني إحنا ناشدنا عدة مرات بالتدخل لإنقاذ حياة زوجي، إلا إنهم للأسف الشديد ما تم التواصل معهم. لذا عبركم، عبر إعلامكم، أنا نعم. يعني بارك الله فيكم، يعني أنا بدعو جلالة الملك عندكم ملك الأردن لمساعدتنا، نحن نناشد يعني لمساعدتنا للضغط على إطلاق سراح زوجي الأسير، لأن وضعه الصحي آخر في التدهور، وللأسف الشديد يعني تعنت الاحتلال بالإفراج عنه، هو مدعاة لقتله. يعني اليوم كان في محكمة وأربع شهور بفوضوا عليه، 4 شهور لأسير مضى 78 يوم، ضايل منهم 40 يوم تقريبا بفوضوا على حياة هذا الأسير، 40 يوم بفوضوا عليهم، هو بين الحياة والموت. يعني هذا الأربعين يوم هذول شو بده يعمل فيهم؟ أسير ما بيستطيع المهور عن السرير، حتى لو بده يعني يبدأ العلاج، لغاية الآن بده أكثر من شهرين تا يبلش يتعافى من اللي هو فيه، من الوضع الصحي اللي هو فيه. فيعني أنا مش عارف هذا تعنت الاحتلال هذا، أنا بطلب من جلالة الملك مساعدنا الضغط بأي طريقة إنه يساعدنا بإنقاذ حياة أسيرنا. إحنا يعني بارك الله فيه، بعرف إنه ساعد كثير من أسرانا، برضو ساعد كثير يعني الشعب الفلسطيني ومحب للشعب الفلسطيني، فأسيرنا هو ابن الشعب الفلسطيني، هو ابنكم، فبنناشد إنه بأي طريقة مساعدتنا بالضغط للإفراج عنه. نعم ان شاء الله، ان شاء الله رسالتك توصل اخت تغريد. انا بدي اشكرك شكر جزيل، وسلامتك وسلامه الاخ ماهر، وان شاء الله انه يعني ربنا ييسر له الخير ويقويه ويثبته وينال حريته باقرب وقت باذن الله عز وجل. وهذه الاراده الصلبه يعني التي نتمنى باذن الله ان تنتصر على هذا المحتل وعلى هذا السجان. شكرا جزيلا لاخت تغريد زوجة الاسير ماهر الاخرس. 78 يوم من الإضراب عن الطعام، لا يملك سلاح سوى معدته بأن تبقى خاوية لكي يقول العالم أنه أنا مضرب عن الطعام، تدخلوا لكن لا أحد يتدخل. تناقض ما يعني مكشوف طبعا، ليس جديد، يعني ليس قصة ماهر الأخرس هي التي ستكشف تناقض المجتمع الدولي والجمعيات حقوق الإنسان وغيرها في كل مكان. الحقيقة نتمنى أن يصل النداء الأخت تغريد للعالم الحر، لما ما تبقى من ضمير لدى هذا العالم لكي يتدخل في قضيته. بهذه القضية سنختم ملفاتنا، شاكرين لكم دائما على وفائكم وحسن متابعتكم، إن شاء الله نلقاكم غدا وأنتم بأفضل حال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.